راديو النيل. طب قبل ما نقول النتائج السلبية اللي ممكن يودينا ناحيتها، ممكن يبقى إيجابي أصلا؟ يعني ممكن شعور إيجابي. الشعور تماما مستحيل. حتى لو الواحد ندم على حاجة عملها فبدأ يصلح من نفسه أو يصلح من أخطائه، ما يخليهوش ده، ما يوديهوش لناحية إيجابية شوية. يبقى ناخد المصطلح الأصح أنه يعيد التخطيط لحياته، لكن ما يندمش على اللي عمله، لأنه معنى كلمة الندم أنه لازم يتوقف عنه. دي محطة ممكن يطول الانتظار فيها، إحنا ما نقدرش نعرف هيقعد فيها قد إيه، وهتأثر في تخطيطه في الشغلانة اللي بعدها. لأن اللي بيندم بيعمل إيه بقى؟ بيجيب كل النتائج السلبية اللي حصلت، لكن ما بيتكلمش في الجانب الإيجابي خالص، وبالتالي هيبقى لما يجي يخطط هيتأثر بالجانب السلبي، فهيأثر على اللي جاي. أنا شايف إنه هو الندم في كل أحواله معوق. في ناس بتقولك أنا قعدت ندمانة يعني سنين طويلة جدا 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 على قرار كنت فاكرة أن أنا يعني بعمل حاجة صح، واكتشفت بعد كده يعني أنه ما كانش مظبوط أو ما كانش ده التوقيت المناسب. فحين أن أنا ما برجع للوقت ده تاني بقول طب ما هي دي كانت ظروفي، ده يعني ما كنتش مسؤول أنا عن القرار ده 100%، كان في حاجات كتيرة جدا تانية كان لازم تبقى كده in consideration يعني، أو يعني تتخذ في الاعتبار علشان أطلع بالتفكير ده. ده يا بخته اللي فكر بالأسلوب المنطقي ده. ده معناه إنه هو بعد ما ندم لكنه قعد مع نفسه وقعد يجيب جميع السيناريوهات اللي كانت موجودة والبدائل اللي كانت متاحة، فلقنا ما كانش فيه بدائل، وانه لو ما عملش ده كانت هيبقى فيه عقاب هيصيبه او أذية هتجيله اكبر من النتائج بتاعت الموضوع نفسه. عشان كده هو لما خد القرار ده اخده تحت ضغط في وقت معين زي ما حضرتك قلتي. ده بقى بيبقى منطقي الكلام ده، ساعتها بيرتاح من جواه. ده انسان سليم نفسيا جدا متصالح مع نفسه. ده انا عايز اقولك حاجة، دي تبقى نقلة نوعية بقى حضرتك. ان هو ساعتها يهدى، ساعتها يقول الله طب ما انا ما غلطتش، طب ما انا اللي عملته ده صح. عشان كده فيه ناس بقى بتكبر بعد اذنك الحكاية. عشان كده الندم ده ممكن يجي من اللي حواليك مش يجي منه هو، فيكبروا له الحكاية ويعودوا كل شوية يفكروا بيها ويقطموا عليها. أيوة. معروف طبعا، مفهوم، كلنا مرينا بالظروف دي في حياتنا. بالظبط. طب يا دكتور دلوقتي احنا تقريبا يعني خلاص فاهمين كويس جدا ايه هو الندم وبيطلع ازاي وبيبدأ ازاي والانسان بيحس بيه امتى وكل ده. التعامل معاه، التعامل مع الندم بقى هو ده اللي بيعمل لنا مشكلة كبيرة جدا في حياتنا، واللي بيوقف ناس كتيرة جدا عند نقطة ما بيتحركوش منها أبدا. تمام. ده اللي أنا نفسي أوصل بيه بقى مع حضرتك، نتيجة الندم أو الشعور بالندم على الإنسان بتعمل إيه؟ الخطوة الأولى الابتعاد عن البؤساء، إنه بيبقى حواليك حد بائس، والبائس ده كل شوية عمال يقولك ما أنت لو كنت نجحتي في كذا كانت حياتنا هتبقى أفضل، ما انت لو كنت سافرتي كنت مش عارف كنت هتساعدي اخوك يشتغل في الحته الفلانيه، ما انت برضو الغلطانه، ما انت اللي متاخره، ما انت اللي قعدتي تفكري لحد ما ضاع وقت كتير. اهم دول بقى اللي بيسببوا حاله حزن بالاضافه لحاله الندم. تخيلي بقى حضرتك الاثنين لما يتركبوا على بعض. هنا بقى هو مترشح وبكفاءه الى مرض الاكتئاب، والاكتئاب بقى ساعتها مش هيبقى بسبب الندم لوحده، إنما بسبب إحساسه من جواه بالذنب، فيبقى ذنب مع الندم هتبقى مشكلة كبيرة. عشان كده أنا بنصح كل من وقع في الموقف ده ما تتكلمش مع حد، ما تفتحش الموضوع مع بني آدم تاني، اقفله. واحد صاحبي هو ساب بيته نتيجة خلاف مع زوجته، بس هو إنسان عاقل، لكن قال لبعض الأصدقاء، فكل ما يشوفوا وشه يقولوا له عملت إيه، فلما يقول لهم والله ربنا يسهل انا بحاول، لا انت ازاي تحاول، ده ضعف منك، ما هي كده هتزيد فيها. وكل شويه ده في واحد كان بيكلمه كل يوم في التليفون عشان يساله السؤال ده، فجي سالني قلت له اي حد يسالك من دلوقتي يقول انك اتصالحت ورجعت البيت؟ قال لي بس، قلت له اسمع كلامي، فقال لهم كده، اختفوا كلهم من حوله، كل اللي كانوا بيكلموه، كل اللي كانوا بيضغطوا عليه. واحد كان بيكلمه كل يوم دلوقتي ما بيكلمه مره في الشهر. عارف ده معناه ايه؟ ان في ناس بيبقوا فاضيين، فلما بيلاقوا مشكله وقع فيها حد بدل ما يحاولوا يحلوها بيضغطوا عليه بيتسلوا بيه. عشان كده ده بيشوفوا فين ضعفك وبيزودوا اكتر. عشان كده حتى لما يحب يفكر مش هيعرف، ابتعدوا عن هؤلاء، هي دي الخطوه الاولى. عيش مع نفسك شويه وبعدين اختار وانتقي. دي رقم اتنين،
الشخص اللي بيبقى عاقل اللي تاخد وتدي معاه فيضيف لك إضافة ويكون بيحبك بجد. أصل الحب ده له علامة، سواء اتنين رجاله بيحبوا بعض عشان أصحاب، أو اتنين ستات بيحبوا بعض عشان برضو أصحاب، أو يعني راجل وست. طب يعني أنا بعد تماما كده عن البؤساء، البؤساء الناس أيوه. اللي انت بتشوف ان هم في حياتك دايما بيفكروك بانك اخطأت وبيضغطوا عليك او بيضغطوا عليك وبيأثروا عليك وبيأثروا على نفسيتك، كل دول ابعد، او دول ابعد عنهم في كل الحالات يعني. بس مش في حالة الندم هيبقى اكتر، حاسس بندم اكتر. طبعا. طب دي اول خطوة ممكن انسان يعملها عشان يبتدي يتخلص شوية من احساسه بالندم. وبعدين يبتدي استاب التانية يعمل ايه؟ رقم اتنين بقى، حد يكون بيثق فيه، حد يكون فعلا بيديله نصيحة، حد يكون فعلا عايز يساعده، حد عايز يحلله مشكلته. احيانا بيبقى ساعات بيظهر رجل دين وسطي في حياة الرجل ده، فيديله البراهين ويديله الادلة على ان ربنا كبير جدا وانه هيساعده في الزنقة اللي هو فيه، فيطلع من عنده هو مستريح نفسيا شوية. حضرتك اللي بيدي رسالة للطمأنينة لأي بني آدم في الدنيا، حقيقة ربنا مش هينساها له، لأنه هو قدر يساعد حد في لحظة دي. وساعات الكلام أقوى من الرصاص، فلازم ناخد بالنا من كل كلمة. في حد بيبقى هش من جواه رغم أنه بيبان قدام الناس أنه هو قوي، فإحنا ما نضغطش على الجانب الهش اللي عنده عشان ما ينهوش مننا. طب ده هنقول انه انسان عنده ضمير او يعني ما اذاش يعني اللي حواليه بشكل كبير، ممكن يكون اذى نفسه اكتر. طب ما في ناس تانية ما يتستاهل تحس بندم في مواقف معينة يعني. ده مش ندم بقى، ده ايه بقى؟ الضمير بقى اللي انا حكيت، ده الضمير، ده الجزء التاني. ده مش ندم اطلاقا، هو لا يشعر بالندم ولا يعترف بيه. انما هو الضمير اللي بيقعد يضغط عليه من بعيد، لكن بينه وبين نفسه يقول طب وانا كنت هعمل ايه، ما كل الناس كده، ما كل الناس بتعمل زي ما انا عملت، ما انا لو ما كنتش انا قدرت اقتنص الفرصه دي كان واحد تاني اللي هياخدها. وانا لو ما كنتش اتجوزت البنت دي كان ابن عمها هيتجوزها وانا اولى بيها. يعني انت فاهمه وجهه النظر؟ فيبتدي يفلسف اللي عمله. اذا هنا الضمير، لكن ملوش علاقه بقى بالذنب. يعني كده كده مش متضرر الراجل، يعني شويه حاجات كده بس ولا عدت عليه مزعلاه شويه مش أيوة اكتر بالزبط. طب دي تاني ستيب ممكن يعني الانسان يقوم بيها فعلا، لانه حقيقي في ناس عايشه حياتها اكن حاجه كده زي ما كنت بقول لحضرتك قبل الحلقه، اكن في حمل بالزبط على ظهرها اسمه انا ندمان، ندمان على فرصه ضاعت، ندمان على تصرف، ندمان على اختيار، ندمان على شغلانه، ندمان على زيجه باظت، ندمان على يعني تلاقي في حياتها 100 حاجه مكبلاها ومخليها دايما عايشه في الماضي اللي عدى، وهي كان كل تصرفاتها فيه تصرفات خاطئه. طب في ناس هتلاقي حواليها اللي يساعدها ويسندها ويقف جنبها ويزقها زقه لقدام، وفي ناس مش هتوصل للشخص ده يعني، لا هتقدر تتخلص بسهوله من الناس المؤذيين اللي في حياتها، ولا هتقدر تلجأ برضو لشخص تثق فيه ويديها راي كويس. لازم برضو يبقى في حاجه تقدر طالعه منك كده تقدر تعملها عشان انت نفسك تخلص نفسك. ايوه هنا بقى الجانب الايماني. في واحد يقول لك انا كانش نصيبي في ده، انا ربنا ما كتبليش ان انا اكمل ده. انا ربنا ما ادانيش الجوازه دي عشان تكمل، انا يعني نصيبي ما ايه وقف لغايه كده، انا رزقي وقف لغايه هنا، لكن اكيد هيفتح لي ابواب اخرى. بصي بقى لو اقنع نفسه بالمبدا ده واتكلم مع نفسه وما يتكلمش مع حد، لكن بينه وبين نفسه يقول لك ايه، انت يا رب بقى عوضني، اديني اللي انت شايف ان هو اصلح ليا. ولما يصلي خلي الكلام بينه وبين ربنا في شفافيه كامله، وربنا بيسمع بالذات لما بتكون الرساله صادقه. إنما لو هو ما وصلش إلى رجل الدين الوسطي، ما وصلش للصديق، هو مالوش حد تاني في الدنيا إلا اللي خلقه، فلما يوجه رسالة بهذا الشكل هتلاقيه بيسمعه. وخدي بالك على فكرة الجانب القدري ده ما هو موجود فعلا. مش كل حاجة ربنا كاتبها لك هتكون هتبقى سيئة عليك، بالعكس ده ساعات يمنع عنك حاجة ممكن تتسبب في أذيتك مستقبلا، فيقوم يمنح عنك مبكرا. حط ده في دماغك واتكلي على الله. وكان ممكن تروح شغلانه تكتشف بعد كده ان فعلا ما فيهاش خير ليك، ليه لا، او تتاذي هناك، او حاجه تانية في حياتك تبوظ نتيجه ان انت موجود في المكان ده، فده طبيعي وبيحصل بالظبط، بيحصل كتير في حياتنا. الموضوع اكبر من حجمه بقى حضرتك، على قد ما نقدر، ان الحياه ما يعني مليانه احداث ومليانه بدائل. في ناس بتعرف تقفل الباب كده وتمشي خلاص شكرا. صعب، صعب جدا.
لكن في حد بيبقى قوي وهو بيبقى خارج ما بيقفلش الباب نهائيا, بيخليه مواجه, بيخلي هو شايف اللي جواه وهما شايفينه. هو متابع. انت عارفه اللي بينفصل عن زوجة بقاله سنين ومع ذلك لسه في الأعياد بيكلمها, بيبعت حاجات لأولاده, بيقول لها إيه الأخبار, في بينهم مكالمة كل أسبوع. طب ده معناه إيه؟ ده معناه إنه هو ما قفلش, ما وزعش الباب وهو ماشي, لكن خلى العلاقة بتبقى طيبة لأنها أم ولاده, وفي يوم من الأيام دي هي جزء منه أصلا, بيحافظ على الود يعني. وده معناه إنه متحضر. بص بقى, الشخص اللي متحضر المهذب ما بيقفلش بان ولا بيقفل شبابيك, إنما مهما أخطأ في الدنيا تبص تلاقيه عنده الاستعداد أن يعترف بجزء من الخطأ بس من غير الندم, بشجاعة, شجاعة الفرسان اللي احنا بنقول عليها. أنا غلطت في الحكم, من فضلكم يا جماعة سامحوني, يمكن تكون في حد أصيب بضرر, بس أنا بقول لكم أنا واقف معاكم اللي هقدر عليه أعمله عشان أقدر أصلح الخطأ ده. أفضل ألف مرة ما أقعد كل شوية أقطم بقى في نفسي وأقعد أجلد ذاتي. بس يا دكتور احنا بعد الاخبار يعني هنقرا كل الاسئله اللي جات لنا النهارده الخاصه بيها. بالندم والشعور بالندم, الناس اللي حست ان يعني جزء من حياتها راح بايديها او باختيارها, ده ساعات يعني فعلا بيوقف الحياه يعني يخلي الحياه كده لونها مختلف تماما. العيله مع مي انور الاربعاء والخميس من 3 ل 4 على نغم اف ام. العيله